خليني الأول أروح لأستاذ عماد الدين حسين كاتبنا الصحفي الكبير ورئيس تحرير الشروق عضو مجلس الشيوخ المصري وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أهلا 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 يا أستاذ عماد. أهلا بك يا أستاذ يوسف، تحياتي لك وكل السادة المشاهدين. إزاي الصحة؟ كله تمام. أنا هستأذن زمايلي يعلوا الصوت، مش عارف بعد ما بيعلوه بيروحوا موطينه تاني، في مؤامرة. لا أنا كده، طب كده أفضل؟ الصوت من عندك أكيد كويس، من عندنا أكيد الصوت واطي، بس أنا هبدأ الأول بالسؤال. في عشرات الشائعات او مئات الشائعات، لا مئات ايه ده، يجي الاف الشائعات، يمكن تقريبا هقول مش هقول 10 سنين ولا بتاع، من 2013 وحتى هذه اللحظه، ولم تثبت صحه شائعه واحده، بل دائما كان العكس صحيح. سؤالي هو، ولماذا المواطن بتاعنا احنا كلنا في مصر نستقبل هذه الشائعات ونجري على زرار شير ونقعد على القهوة بالليل نتناقل الشائعة ونحلل الشائعة بمنطق انها الحقيقة بحد ذاتها؟ تمام. كما تعلم يعني حضرتك انه في صراع مع بين غالبية الشعب المصري وفصيل او مجموعة من الفصائل اللي الشعب المصري اسقطها واخرجها من المشهد السياسي وحكم عليها بالنفي السياسي، فبالتالي تشعر ان لديها تؤلف الشائعات وتنشرها، وبالتالي ده جزء مفهوم ليه الشائعات بتنتشر. السؤال الاهم هو ليه الناس بتصدق الشائعات؟ حجم تصديق الناس للشائعات بيتوقف على مجموعه من العوامل الاساسيه، مساله الوعي مساله حاكمه وأساسية في هذه المسألة. هل في ظروف معينة الناس ممكن تصدق في أحيانا ده، لكن الشائعات للأسف الشديد هتستمر لأنه المروجين ليها يعني أطراف المستفيدة من الشائعات وترويجها أطراف مش قليلة، في أطراف محلية، أطراف إقليمية، أطراف دولية، وبالتالي للأسف هيستمر. إحنا دورنا ما الذي يمكن أن نفعله لكي نحد مش نقضي؟ للأسف لن يكون في ظل وجود السوشيال ميديا مش هتقضي على كل الشائعات، هتقدر تحارب جزء منها اولا باول. لازم يكون عندك رد على كل الحاجات دي، الناس من وسائل الاعلام، من المسجد، الكنيسه، مجتمع مدني، احزاب، نقابات، هيئات الى اخره. استاذ عماد الخط قاطع، واضح انا اسمعك يا يوسف. ايوه انا كده بدات اسمع تاني، كمل يا فندم. فبقول لحضرتك انا ما اعرفش انا وقفت لحد فين لان انا استرسلت كتير، فبقول لحضرتك ان القصه باختصار، هناك دور كبير جدا على وسائل الاعلام وعلى كل مكونات المجتمع المصري، خصوصا المجتمع المدني، دور العباده، كل النقابات، مؤسسات، كل حد يستطيع ان يؤثر في الناس عشان يحصنها، لانه احيانا ممكن الناس تيجي تستغل ازمه اقتصاديه عشان تروج اخبار غير صحيحه. فبالتالي علينا ان احنا طول الوقت الاعلام بتاعنا يبقى منتبه، علينا ان احنا يتم الرد على كل الاشاعات، وما ينفعش نقول اصل دي اشاعه، لا، نبذل جهد اكبر حتى يتم دحض هذه الاشاعات. طيب عندي سؤال يا استاذ عماد بخصوص مثلا الحوار الوطني. كم شائعه طالت الحوار الوطني حتى الان؟ هي بالقطع كلها شائعات، عشان كده بقول هي شائعات مش هقول حتى خبر، هي شائعات وكذب، لكن كم شائعه طالتكم حتى الان؟ يا اخي الكريم، العدد الشائعات انا سالت لا تستطيع ان تحصره، اذا كان يعني في ناس بيطلعوا، ناس يفترض انهم عندهم درجه من الوعي، وناس مسؤولين سابقين، وناس على درايه بالدوله وتطوراتها، وناس عارفين الدنيا ماشيه ازاي، وبيطلع وما عندوش الصوره كامله وبيتكلم في حاجه فممكن يؤدي الى بلبله شديده جدا بين الناس. فما بالك بالمواطن العادي؟ يعني احنا احيانا للامانه بعذر المواطن العادي، لانه حجم بعض القطاعات اللي هي متعلمه جدا فاهمه جدا احيانا ما لا تكلف نفسها تتحقق من صحه معلومه. زمان كان يقول لك قريتها في الجرايد، دلوقتي بيقول لك قريتها على الفيسبوك. يعني فانت في مشكله كبيره جدا، وهي دي المشكله، ان دي البيئه الخصبه جدا جدا لكل المتربصين بيك، يستطيعوا ان هو يستعمل احيانا يعني خبث معلومه على ويروح مضارب قصه كبيره جدا لا اساس لها من الصحه. فللامانه في جهد ينبغي ان هو يبقى واضح وكبير، عشان التحدي صعب، التحدي مش لمصر للامانه. عايز حضرتك بس تفكر حجم الشائعات التي بثتها وسائل اعلام تقول انها ديمقراطيه في الغرب
على روسيا، وبرضه حجم الشائعات بثتها وسائل الاعلام الروسيه على الغرب. اذا يعني تتذكر يا استاذ يوسف في الحرب السوري في الانتخابات الامريكيه بتاعت ترامب اللي فات فيها سنه 2016 اتهم روسيا بتزوير التدخل في الانتخابات، واتعمل نماذج في السوشيال ميديا فضيحه وقعت فيها شركه شهيره جدا اسمها انتليتيكا على ما اتذكر واعلنت افلاسها لان هي قدمت معلومات مضلله لغسيل وعي ناخبين 50 مليون ناخب في امريكا في دوله هي اللي اخترعت الانترنت. يعني التحديات بشان الاشاعات تواجه العالم باكمله. الفارق من القادر على التصدي لهذه الاشاعات اول باول، تقديم معلومات حقيقيه اول باول، الناس تطلع تتكلم طول الوقت، فبالتالي تقدر تقلل من تاثير هذه الاشاعات. يا مسهل الحال، اشكرك يا استاذ عماد، ويعني افدتنا كما جرت العاده. الى ان نلتقي بقى، عايزين نتكلم شويتين عن الحوار الوطني وجلساته الطويله المضنيه. كل الشكر للاستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ وايضا عضو مجلس امناء الحوار الوطني.